السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة في موقع سكراتش. تمام، طيب أنا النهاردة أعلمكم ازاي نعمل لعبة الكواكب والصاروخ. أول حاجة ناخد هنا كده، نقعد بالشكل انتوا شايفينه دوت كده، هنزل تحت هيجي لي إرث اللي هي الأرض. النقطة أنا اخترتها حطيتها هي كده، ايه بتحمل اهو. نجي هنا كده، هقوم جاي حاطين بلانيت اللي هي كوكب اهو. خلاص بعد كده هاجي هنا كده، هقوم جاي حاطط كوكب زحل. تمام، بعد كده هاجي هنا كده، هوت هاجي هنا كده، هكتب روكت اهو كده. بعد كده هضيف اخر حاجة واللي هي الشمس. هو كده تمام بالشكل ده. طيب انا هبتدي ان انا احط الاكواد بتاعة الصاروخ. ثانية واحدة، خلي دي الصاروخ، اجي عند القرص اشيل دي كده اهو. تمام، هقوم جاي حاطط هنا كده فوريفر. ثانية واحدة بس، اهي كده. بعد كده هاجي هنا كده، اختار ايه الماوس. تمام كده، اما اجي اعمل بلاي، بصوا كل ما احرك صباعي في حتة اهو ايه بيجي معايا اهو كده اهو. تمام، ثانية واحدة بس اهو. طيب كده ايه، نخش على الشمس، سوري على الارض، نبتدي ان احنا ايه نحط لها الاكواد بتاعتها اهو. طيب انا جيت هنا كده، بس انا حاطط الاكواد بتاعت الارض. اول حاجة جيت هنا حطيت هو كده الكود ده كده، بعد كده نزلت هنا كده حطيت هنا كده، وجيت هنا وكتبت هنا سكور ودست اوكي. تمام، هو ابتديت. ثانية واحدة، انت جيت ايه حطيت دي. ثانية واحدة بس، اهو جيت حطيت ايه دي كده اهو. طيب اعيدها تاني اهو كده. بعد كده هم جاي حطيت ايه دي كده. تمام، بعد كده نحط فوريفر اهو كده هنا اهو. هحط برضو هنا ريبيت هي ديت كده، نحطها جوه الفوريفر اهو. بدل ما هي كده 10 هخليها 30 اهو. تمام، بالشكل اللي شايفينه ده كده اهو. طيب من هنا هنا كده عند الموشن، هبتدي ان انا احط شينج باي هنا كده. لو انا حطيته بدل ما اخليه 10 هخليه سالب 10 اهو كده. تمام، مش كده انتوا شايفينه دوت كده اهو. هاجي اختار دي 3 دي اهي كده اهو. نيجي هنا كده اختار اول حاجة، نبتدي ان احنا ايه نحطها هنا كده اهو بشكل شايفينه ده. ثانية واحدة اهو. تمام، نيجي هنا كده نحدد بدل النص نخليه الركن. تمام، طيب هو زي ما قلت لكم انا جيت هنا كده اهو، وابتديت ان انا احط هنا كده الارض ان انا ديت كده اهو، ان هو لو لمس الارض يديله ايه بوينت اهو واحد اهو. تمام، طيب ما ننساش اهم حاجة هنا ان احنا نخليها ايه على سكور. تمام اوكي اهو. نيجي هنا كده، هو الاول هتبقى ايه على دي. تمام، او على اي واحدة من دول اهوت، انا اخليها ايه سكور. تمام، طيب احنا هنا عايزين الارض تتحرك بشكل عشوائي، هنروح هنا كده عند الموشن
تمام. هنيجي هو تفاجئ هنا كده عند جوتو اهي دي، وهحطها هنا كده تمام.